السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح الكولومز، ومين اللي هنتكلم على الديزاين بتاع شورت كولومز سبجكتد تو اكسيال لودز اونلي. طبعا ليه شورت كولومز؟ لان زي ما قلنا قبل كده في اللونج كولومز بيبقى عليها مومنتس ديو تو الباكلينج، فده مش داخل في الشرح هنا، ده لسه قدام ان شاء الله. سبجكت تو اكسل فورس بس لان الكولومز اللي عليها اكسل ومومنت ليها ديزاين بطريقه مختلفه زي ما هنشوف بعد كده بالانتراكشن دياجرامز والطرق الثانيه. فاحنا النهارده بنتكلم اساسا على العمدان اللي عليها اكسل لود بس. العمدان اللي بتكون في المباني العاديه غالبا بتبقى كده، لانها مش بعمل يعني بتبقى زي كانها زي سبورت بتحمل عليه الكاميرات، مش بسمح بنقل مومنت بين العمدان والكاميرات. يعني مش بسمح بنقل مومنت، ده هنعرفه قدام، بس خلينا دلوقتي نفهم الفكره على الاقل. ان انا مش بسمح بنقل مومنت، فالعمدان بتبقى شايله بس اكسل فورس. فنشوف بقى ان شاء الله هنعمل ايه. فاحنا زي ما قلنا هنتكلم على الديزاين، فهنبدا بشويه ريكويرمنتس تخص الكولمز في الكود المصري. بعد كده ازاي بنحسب الكباستي بتاعت العمود اللي اندر كونسنتريك اكسيال لود. يعني ايه كونسنتريك اكسيال لود؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، يعني اكسيال لود مش معاه مومنت او اللود مش جايب اكسنتريستي، ف السترنج اكشنز اللي جايه على العمود هي بيور اكسيال لود. وبعد كده ازاي هنشوف بقى ازاي، طب بعد ما عرفنا ازاي نحسب الكباستي، ازاي بمعادلات الكباستي اللي بنحسبها دي ازاي نعمل ديزاين. نفس فكره الكاميرات بالظبط، الاناليسيس والديزاين. اناليسيس بتحسب كباستي، وهنحسب مومنت كباستي، والديزاين احنا بيبقى عندنا المومنت، فازاي نجيب السكشن اللي يقدر يشيل اللود ده. نبدا اول حاجه بشويه كود ريكويرمنتس بتخص الكولمز. الكود بيقول لك ان اقل بعد للعمود المستطيل او الدائري هو 200 مللي. خلينا نركن الدائري على جنب دلوقتي. لو بنتكلم على العمود المستطيل فهو بيقول لك 200 مللي، واكبر مقاس خلي بالك اللي ضلع العمود اللي فيه اسياخ في الاركان هو 300 مللي. هتلاقي الكود فيه شويه تفاصيل كتيره كده، فاحنا بالاكسبيرينس يعني براكتيكال ايشوز كده بنعملها بطريقه معينه. اول حاجه هو بيقول لك اقل حاجه 200 مللي. احنا بالاكسبيرينس كده بنقول عشان يبقى يطلع عمود ابعاده ابعاد محترمه ما ينفعش نعمل عمود اقل من 300 في 300، يعني اقل بعد ناخده مش 200، 300 في 300 او 250 في 400، بحيث يبقى العمود الكروس سكشن بتاعه كروس سكشن كبير. لان لو عملته 200 في 200 بيزد على الكود ريكويرمنتس دي هو بقى كود تمام، لكن في الاخر عمود صغير جدا واي مشكله في تنفيذه او حاجه ممكن يحصل الفيلير للعمود. فعشان كده الناس بتفضل بنتكلم في 300 في 300 او 250 في 400 عشان يبقى عمود الكروس سكشن بتاعه محترم يعني. بعد كده بيقول لك ايه؟ اكبر ضلع اكبر مقاس ضلع العمود اللي بيسخ اسياخ في الكورنر هو 300، وهنأجل دي شويه لقدام، وهقول لك هي ليه كده؟ قدام في الفيديو ده ان شاء الله يعني. وبعد كده بيقول لك ايه؟ عشان نقول ان الحاجه اللي بنصممها عمود لازم تتأكد ان ارتفاع العمود ما يقلش عن 5 اضعاف البعد الصغير في العمود، والعرض الكبير في الكروس سكشن ما يزيدش عن 5 اضعاف العرض الصغير. النقطة دي كلها في الحتة التانية دي، طبعا الحاجة الأولانية لأن لو أنت عندك الارتفاع أقل من 5 البي معنى كده ده مش يعني ده مش عمود، ده حاجة صغيرة جدا يعني. فهيبقى في سترنج أكشنز بتطلع مختلفة، وزي حاجة تبقى زي شورت كولمز، يعني مش شورت كولمز، حاجة بقت صغيرة جدا فطريقة البيهيفير بتاعها مختلفة. ده اللي يشتغل في حاجة زي دي بيمز والكوربلز والحاجات دي هيبقى فاهم الكلام ده. الأبعاد الصغيرة دي بيطلع فيها حاجات مختلفة شوية عن الشغل العادي بتاعنا، ما بتشتغلش بنفس الطريقه يعني. والتي اكتر من 5 البي لان لما بتيجي بتبقى بعرض العمود الكبير بيزيد عن 5 اضعاف عرضه الصغير، ده كانت في كروس سكشن تي والفي ده كروس سكشن، بيبقى العمود بتحاول ما عادش عمود بقى زي شير وول، لان ابعاد كبيره فبتقدر تشتغل معاك في الناس شيل زلازل والويند. ولكن بناء على التفصيله دي المهم دلوقتي خليك فاهم ان احنا لما نطلع كروس سكشن للكولم بنصممه عشان يشيل اكسيال لود بس، المفروض ان بعده الكبير ما يزيدش عن 5 اضعاف بعده الصغير كروس سكشن يعني. طبعا اتش اقل من 5 بي زي ما قلنا ان العمود كده العمود هيبقى يعني بيسموه مدملك قوي يعني. فطريقه ان هو يشتغل في الاستراكشر اناليسيس بتاعته ما تبقاش بنفس الطريقه. وان كان دي برضه مش مهمه قوي، انت في الاخر انت ما تتحكمش في الاتش يعني، لكن دي الى حد ما مهمه يعني. وان شاء الله بعد كده يعني هتفهم ان الكونديشن ده ما هوش كونديشن دقيق قوي وما بنبصلوش قوي في التصميم، بس يعني عشان يبقى باي كود هو الكود بيقول كده. نيجي بقى شويه حاجات تخص التسليح. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في حاجات تخص القطاع الخرساني اقل بعد مسموح به. التسليح يقول لك ايه؟ يقول لك في الاعمده اللي فيها كنات عاديه اللي هي الكنات اللي هي التايز العاديه مش السبايرال يعني،
اقل تسليح انت تحطه فيه، اقل يعني اريا ستيل، يعني ميو زي ميو ستيل، يعني اللي هي نسبه التسليح اللي هي الاريا ستيل على اريا كونكريت ما ينفعش تقل عن 0.8% من الريكوايرد اريا كونكريت و 0.6% من الاكتوال اريا كونكريت. يعني ايه؟ هنزي ما نشوف قدام شويه، لما بنيجي نصمم العمود انت بتطلع بتعمل بالمعادله، المعادله بيبقى فيها تو اندونز اريا ستيل واريا كونكريت، بتفرض نسبه اريا ستيل معينه وتقوم حاسب اريا كونكريت. اريا ستيل انت بتفرضها دي هي دي المفروض هتبقى كانها اريا ستيل، نسبه اريا ستيل يعني بتفرضها كنسبه من اريا كونكريت، فهي دلوقتي كده بتبقى نسبه من الاريا اللي هتطلع في الحسابات، لان انا دلوقتي بحسب بالمعادله فبحط نسبه حديد من الاريا كونكريت اللي في الحسابات، فما ينفعش احط في المعادله نسبه اقل من 0.8% اريا كونكريت. بعد ما طلعت اريا، بعد ما طلعت اريا كونكريت من المعادله دي عوضت وجبت، بقى عندك انت حاجه دلوقتي، يعني انت دلوقتي زي ما عارفين دايما ان في الخلق في الكاميرات احنا مثلا بتبقى الابعاد مالتيبلز اوف 5 او يعني 5 سنتيمتر او 50 ملم، فانت لو حطيت لو طلع مثلا عمود 300 في 425 هتقوم مربع 450 بالزياده، فبتلاقي ان القطاع الاكتوال بيبقى اقل من اكتر من الكوال، فالكود يقول لك الاريا ستيل هتحطه في القطاع، في القطاع بتاعها ما ينفعش يقل عن 0.6% من الاكتوال، هتلاحظ ان هي اقل من الثانيه لان انت في الاخر كبرت القطاع، فبيقول لك ممكن تحط يعني عشان تحافظ على 0.8 من الريكوايرد، فتلاقي انت ممكن تقل شويه من كنسبه من الاكتوال. احنا في الديزاين بتاعنا ده باي كود، لكن الاكتوال اللي بنعمله ان احنا ما بنحطش اريا ستيل في القطاع اقل من 1% من الاكتوال، فانت تلاقي نفسك مغطي التو كونديشنز اساسا من غير ما تحتاج، زي ما تشوف بعد كده ان شاء الله. بيقول لك لو الحاجات اللي هنلاقي فيها سبايرال ستيربس النسبه ما بتقلش عن 1% من الاكتوال او من التوتال كروس سكشنال اريا، او 1.2% من الانترنال كروس سكشنال اريا اللي هو بيبقى جوه الكانو، وهنشوف بعد كده قدام. يعني المهم ان الحديد الطولي نسبته ما بتقلش عن 1% من الاكتوال او التوتال كروس سكشنال اريا، او 1.2% من الانترنال كروس سكشنال اريا زي ما بنسميها، هنشوفها بنسميها اي كي. طب نيجي دلوقتي عندنا المينيمم، طب نيجي نبص على الماكسيمم. الماكسيمم بيقول لك لو عمود في النص، يعني في يعني عمود في نص المبنى يعني في اربع كمرات من اربع، في اربع كمرات من كل النواحي، بيبقى ماكسيمم اريا ستيل 4%. لو عمود اتش بيبقى يعني في ثلاث كمرات بيبقى 5% ماكسيمم اريا ستيل، يعني نسبه التسليح. ولو عمود اتش عمود كورنر بيبقى 6%. طب ليه النسبه بتزيد؟ يعني باختصار شديد كده احنا عارفين ان الكمرات المفروض ان الكمرات تبقى على في اخر العمود بيبقى ليها عليها دبليو ال سكوير 24، اللي المفروض ان المومنت ده عشان يبقى فيه اكوليبريم بينزل على العمود، فمعنى كده ان كل ما العمود بيبقى خارجي اكتر، يعني هنا خارجي من ناحيه واحده هنا خارجي من ناحيتين، فكل ما يبقى خارجي من ناحيه اكتر بيبقى عليه مومنت عليه اعلى، فعشان المومنت ده ما ناخدوش في الديزاين بتاعنا او يعني مش احنا طبعا مش هناخده في الديزاين، لكن لان ده موجود في الفاكتورز اوف سيفتي، لكن بيقول لك لان انا في بروبابيلتي ان في مومنتس اعلى شويه فبيقدر يوصل لنسب تسليح اعلى، فقال لك بوصل لحد ما اوصل 6% في العمدان الخارجيه او الكورنرز. يعني بيقول لك في مناطق اللي هي نسبه التسليح عند مناطق التراكب دي اللي هي الديفلوبمنت ريجنز او اللي يسموها يعني المناطق اللي فيها حديد مع بعض ما ينفعش تزيد عن 8%، عشان انت لو زدت كده هتبقى في مشكله صب. ايه المناطق التراكب دي؟ انت بتيجي تطلع من دول لدول بتعمل زي طول رباط او وصله، يعني الكلام ده مش مهم قوي دلوقتي، لكن الطول رباط المنطقه دي بيبقى فيها تسليح دوبليكيت، فالمنطقه دي ما ينفعش تسليح يزيد عن 8% في كل الحالات، وعلى الاقل لازم يبقى في سيخ في كل كورنر من كورنرز الكولومز، واقل دايمتر مسموح بيه باي كود هو 12 ملم، بس احنا في الاكتوال ديزاين بتاعنا ما بنقلش عن 16 ملم، لكن زي ما واضح هنا 12 مش غلط، بس في الاخر احنا براكتيكلي ما حدش بيحط في عمود فاي 12. نيجي بقى للكلام ده، المسافات بين الاسياخ. بص يا سيدي دلوقتي احنا نعمل الاكل من غير ما نقرا، بص على الكلام ده. اول حاجه الماكسيمم سبيسنج بين كل سيخ واللي جنبه ما ينفعش يزيد عن 250 ملي، دي اول حاجه. تاني حاجه بتبدا بدل ما انت رصيت تسليحك بالطريقه دي بتشوف هل السبيسنج اقل من 150 ولا اكتر من 150؟ لو اقل من 150 الكنات هتبقى بطريقه معينه، ولو السبيسنج اكتر من 150 هيبقى الكنات بطريقه معينه. وان كان مش ده لسه بنتكلم على ده دلوقتي، بس خلي عندك المعلومه دي.
لا معلش انا النقطه المعلومه دي نطت شويه قدام، هي لسه مش ده اللي بيقصده. هو بيتكلم هنا على الكنائس، انا دلوقتي كنت بتكلم على السبيسنج بتوين البارز، هو بيتكلم على السبيسنج بتوين الكنائس اللي محطوطه. ما احنا زي ما قلنا قبل كده الكنائس اللي بتيجي تحط دي كنائس المفروض زي ما هنعرف قدام هي ما بتشيلش شيء، ما بتشيلش سترينج اكشنز معينه، يعني ما بتشيلش شير او بتشيلش مش بتشيل حاجه، بس هي بتتحط عشان تزود الكونفاينمنت بتاع العمود، يعني ده بيديله كاباسيتي اعلى زي ما اتكلمنا في الفيديوز اللي فاتت. فالديزاين بتاعها مش ديزاين، بيبقى باي شويه كونديشنز كده بتستعملها. فالكود حاطط ثلاثه كونديشنز لازم يبقى متحققين. اول واحد منهم ده ان ان في اريا بتاعت الاستربس في البريمتر بتاعك الكانا ما ينفعش، لازم يبقى اكتر من 5.25% من اريا كونكريت او من الفوليوم بتاع الكونكريت بشكل ادق. تعالى هنحط بس شويه قدام الصوره دي واشرح عليها. احنا في ثلاثة كونديشنز للكنات. فاول حاجه محتاجين نتاكد منها ان السبيسنج بتوين الكنات ما بتبقى الصغير من 15 الدايمتر بتاع الحديد الطولي او 200 مللي، يعني ما ينفعش تقل عن 200 مللي، وما ينفعش تبقى اكتر من 200 مللي، ما ينفعش تبقى اكتر من 15 الدايمتر بتاع الحديد الطولي. فبتاخد في الاخر بتحسب دي وبتحسب دي وبتاخد الصغير هو اللي بيقوى. وفي نفس الوقت الدايمتر بتاع الكنات ما ينفعش، يعني لازم يبقى الدايمتر المينيمم اللي عندك ما ينفعش يعني ما ينفعش يقل عن 8 مللي، وما ينفعش يقل عن دايمتر على 4. فانت بتقوم حاسب الدايمتر بتاع الليمتينال رينفورسمنت على 4 وال 8 مللي، وبتاخد الكبير اللي فيهم ده اللي تمشيه على الدايمتر بتاع الكنات. طب ايه اصلا علاقه الكنات بال تسليح الطولي؟ احنا زي ما قلنا الكنات بتتعمل عشان يعني الكونديشن ده عشان بيبقى واضح فيه جدا هو بيعمله عشان يقدر يعمل كونفاينمنت في كل ما السبيسنج، يعني محتاج سبيسنج مينيمم عشان اتاكد ان الكونفاينمنت شغال. وخلي بالك في حاجه ثانيه، احنا قلنا قبل كده ان لما يحصل انهيار اندر كومبريشن بيحصل باكلنج للتسليح الطولي. ده هو كان فيه زي ما قلنا كان فيه لوكال باكلنج وجلوبال باكلنج. ففي اللوكال باكلنج محتاج عشان تمنعه ان يبقى فيه علاقه قويه ان التسليح يعني الاستربس ماسكه كويس التسليح الطولي. فعشان كده في علاقات بين التسليح الطولي والدايمترز والسبيسنجز اللي بتتحط في الاستربس. يبقى ده كده تاني كونديشن محتاج تبقى متاكد ان هو متحقق في الكنات. تالت كونديشن بتتاكد ان الفوليوم بتاع الكنات اللي موجود ما بيقلش عن نسبه معينه من فوليوم الخرسانه. ده ليه؟ لان زي ما قلنا ده بيعمل كونفاينمنت، فمحتاج اتاكد ان الكونفاينمنت اللي موجود كافي انه يقدر يعمل كونفاينمنت للخرسانه. فبتعمل ايه؟ بتمسك متر من المتر طولي من العمود. بعد ما مسكت متر طولي من العمود هقوم حاسب عدد الكنات اللي في المتر ده. لو انت عندك الاس 200 ودي غالبا بتحكم هيبقى عندك 5 في المتر، وهتحسب بريمتر الكنه زي ما هنشوف قدام، وبتحسب الاريا كروس سكشن الاريا بتاع الكنه تضربهم في بعض، يبقى انت كده جبت الفوليوم بتاع الكنات الموجود في المتر الطولي من العمود. بريمتر بتاع الاسياخ الكنات في الاريا بتاعتها كروس سكشن الاريا كده جبت الفوليوم بتاع الكنه الواحده ضربت في عددهم في المتر جبت التوتال فوليوم بتاع الكنات في المتر، وتقوم حاسب 25% 0.25% يعني في البي في التي في متر، لان انت واخد متر من العمود فبتجيب فوليوم الخرسانه بتاع متر وتجيب 0.25% من الفوليوم ده، ولازم تتاكد ان الكنات دي ما بتقلش عن النسبه دي. طبعا انت حققت التو كونديشنز دول ده وده ده غالبا يعني خلينا نتكلم 99% بيكون بتحقق. طب هنا بيقول لك ايه فايده الكنات والكلام ده كنا قلناه في الفيديو اللي فات. خلينا نقول اربع فوائد زي ما هو طالب. اول حاجه انها بتعمل كونفاينمنت، تاني حاجه بتمنع اللوكال باكلنج بتاع التسليح الطولي اندر كومبريشن، تالت حاجه ممكن بتقدر انك تخلي العمود فيرتيكال او تخلي اللونجيتودينال رينفورسمنت فيرتيكال اثناء كونستراكشن، رابع حاجه ان هي العمود بيبقى في المباني بيتعرض للاترال فورسز ديو تو الايرثكويكس والويند لودنج والكلام ده. طبعا الكلام ده بالتفصيل قدام يعني، ولكن بنحط الكلام ده عشان نقدر ان هي ريزيست اللاترال لودز اللي بتعمل شير في العمود. فالكنات دي برضو بتشتغل انها تشيل شير، ولكن ده بره السكوب بتاعنا، لكن دي من فوائدها اللي برضو ممكن تبقى عارفها ما فيهاش مشكله يعني. وبعد كده بيقول لك ان يبقى احنا كده اتكلمنا عن الريكويرمنتس بتاعت التسليح الطولي والكلام اللي هو 1% وال 0.8 وال 0.6 والكلام ده، واتكلمنا عن الريكويرمنتس المينيمم بتاع الكنات. وزي ما قلنا الكنات ما بتتصمم، يعني الحديد بيتصمم وبعد كده بتشيك على المينيمم زي ما هنشوف، لكن الكنات اصلا ما بتتصممش، انت بتحطها بينزل على المينيمم وتشيك على الثلاثه كونديشنز اللي احنا قلنا عليهم. الكنات بيقول لك لازم تستمر يعني في الانترسكشن بتوين الكولمز والبيمز
عندك كائنات عمود وكائنات كاميرا. فزي ما احنا عارفين كائنات العمود هي اللي بتكمل ليه، لان العمود هو المين اليمنت اللي بيشتغل، فمحتاجين هو اللي كائناته تبقى مكمله. لو يعني لما بيحصل في اختلاف في ان حصل كونفليكت بين كائنات العمود وكائنات الكاميرا، في الحاله دي مين اللي يشتغل؟ اللي هو المور اللي هو ليه بريورتي اعلى، اللي هو في الحاله دي هيبقى العمود، فده اللي بنكمل كائناته. بالنسبه للعمود ال سبايرال اللي هو بنحط العمود الدائري اللي بنحط فيه سبايرال ستيربس، زي ما هنشوف المسافه في حاجه اسمها البيتش، المسافه اللي هي بين كل، يعني انت بتيجي تبص في الاليفيشن في البلانك في الاليفيشن بتاع العمود تبقى الكنبه بتلف، فالمسافه بين كل كنبه اللي تحتيها يعني بين كل لفه اللي تحتيها ما ينفعش تزيد عن 80 مللي وما ينفعش تقل عن 30 مللي، بيقول لك وشويه كونديشنز كده. المهم هي دي اهم حاجه فيها، ويقول لك ان الدايمتر بتاع الكنات السبايرال ما ينفعش يقل عن 8 مللي، نفس بالظبط التايز العاديه بتاعه العمود اللي هو زي ما قلنا هنا 8 مللي، بس هو مش حاطط يعني الكلام ده محطوط للكنات اللي هي في العمود التايز، التايز العاديه سبايرال الستربس العاديه مش السبايرال. السبايرال اللي هي بس الكونديشن بتاع ال 30 مللي وال 80 مللي، وان الدايمتر ما يقلش عن 8 مللي، فالموضوع بسيط. طبعا في كونديشن ثاني هنقوله بيبقى يعني هنا يعني الكونديشن ده اللي هو ال 80 وال 3 وال 8 قصاد الاثنين دول، الكونديشن ده في كونديشن تاني قصاده هناك هنشوفه واحنا بنعمل ديزاين ان شاء الله. تعال نطبق الكلام اللي قلناه بالنسبه للتسليح الطولي وعلى العمود. اول حاجه احنا ازاي صممنا العمود؟ تلاقي مثلا دول كام؟ عمود طلع مثلا اي ابعاد في اي ابعاد، وطلع مثلا في كانت دول 10 مثلا 10 في 16. هرصهم ازاي 10 في 16؟ اول حاجه بعملها ان انا بحط سيخ في كل كورنر، زي ما قلنا بايكود لازم في كل سيخ كورنر، في كل كورنر سيخ. بعد كده تاني حاجه قلناها ان ما ينفعش السبيسنج بين كل سيخ واللي بعده في اي اتجاه سواء كده او كده يزيد عن 250 مللي، فهبدا ارص واتاكد ان كل الاماكن ما بتزيدش عن 250 مللي. بعمل ازاي؟ اول حاجه لو سن العمود مثلا كان 600 مللي، اشيل كفر مثلا 2.5 سم و2.5 سم، يعني 25 و25 بقى ليه 550. كام سبيسنج؟ 3 سبيسنج، خد ال 550 على ال 3 تعرف المسافه كام، وهكذا في كل النواحي. يبقى اتاكدت انت ان مفيش سبيسنج اكتر من 250. طب لو طلع في سبيسنج اكتر من 250 قلل الدايمتر، لو انت كنت ممكن تقلل، يعني انت هتحطه في 18 ممكن توصل في 16 فالسبيسنج يكتر، او لو لقيت مش نافع خالص ممكن تقوم انت مزود اسياخ عشان بس تحقق السبيسنج، وان كان ده ما بيحصلش غالبا، ولكن تبقى عارف ان ممكن تضطر تزود الاسياخ عشان تحقق المينيمم او الماكسيمم سبيسنج اللي مسموح بيه باي كود. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا ما قلناهاش، اعتقد هي موجوده لسه قدام، ممكن تبقى فاتت، اللي هو هي موجوده في السلايد دي ومش كاتبها يعني. فهنبص هنا بقى دلوقتي برضو قبل ما اكمل، انا عارف ان انا قلت كميه معلومات كتير قوي في الديزاين وممكن يعني او غالبا الناس متلخبطه، لكن عايزك بس تبقى فاهم كل معلومه انا قلتها لحد ما نيجي بقى في الاكزامبل نشوف السيكونس بتاع الحل بالطريقه دي. المهم احنا دلوقتي قلنا ان احنا رسمنا التسليح بحيث المسافات ما تزيدش عن في كل الجوانب عن 250 250 مللي. طبعا التسليح زي ما انت شايف بيتحط بيتقسم، يعني بيبقى شكله يونيفورم، يعني ما بتركزش في ناحيه او معينه او حاجه، لان في الاخر التسليح بيكون محطوط، لان في الاخر العمود كله شايل كومبريشن يونيفورم ستريسز، فبيبقى كله شغال زي بعض، فبنوزع التسليح على اطراف العمود كلها. تعالى بقى نبص دلوقتي عشان نقدر نمسك الكنه اللي بره دي وتعمل كونفاينمنت كويس وتقدر تمنع الباكلنج بتاع الحديد الطولي ده، لازم تكون الكنه قويه. عشان الكنة قوية تكون قوية لازم تكون ممسوكة بسبورتس على مسافات معينة، بحيث تقدر اما يجي يحصل لها اكسبانشن لبره هتبقى ممسوكة. فعشان كده محتاج نحط كنات خارجية، كنات داخلية، الكنات الداخلية دي بتتربط في السيخ ده وفي الاسياخ، والاسياخ بتبقى مربوطة في الكنة الخارجية. فلو الكنة الخارجية حبت تنطر لبره هتلاقي الكنة دي تمنحها. فعشان كده محتاج نحط كنات صغيرة جوه الكنة الكبيرة. الشرط الوحيد اللي محتاج تحققه يكون الاتي، ان لو الاستعداد انت حققت ان السبيسنج اقل من 250 تيجي بعد كده في سبيسنج 150، بص على 150، لو انت لو لقيت السبيسنج اقل من 150
محتاج تلاقي رجل كان كل سيخ، يعني مع كل سيخ تلاقي رجل كان سواء في اتجاه اكس او في اتجاه واي. طب لو السبيسنج اكتر من 150، لا ممكن انا مش فاكر قلتها ازاي بس ممكن اكون عكستها. لا مظبوط، لو السبيسنج اقل من 150 بتحط رجل كان كل سيخ وسيخ، يعني بتسيب سيخ من غير رجل كان وسيخ، يعني تربط سيخ وتسيب سيخ. ولو السبيسنج اكتر من 150 بتربط كل الاسياخ ورا بعضها، يعني حاجه زي كده. طبعا مالكش دعوه، هو هنا بيحسبها على سيخين، فيعني خليك احسن زي ما انا بشتغل كده. هو هنا بيحسبها على سيخ واحد. لو السبيسنج اقل من 150 بتربط السيخ ده مربوط اهو، سبت السيخ ده فاضي وربطت ده بعد هنا. لا السبيسنج هنا اقل من 100 من 100 اقل من يعني فوق ال 150، ف مش محتاج فبتربط كل الاسياخ ورا بعضها. يبقى هو الكتابه بطريقه مختلفه شويه عن ان احنا بنشرحها، ولكن خليك شغال زي ما انا بقول لك اسهل يعني. طب ازاي اربط انت هنا محط كيانه داخليه بحيث تربط في الاتجاه ده، وكيانه حاجه اسمها كيانه حبايه عشان تربط في الاتجاه ده. طب هنا لا هنا ممكن، لا ممكن احط كيانه على شكل رومبس او حاجه تربط كله مره واحده، بدل ما احتاج احط كيانه كل ما احط كيانه حبايه كده وكيانه حبايه كده تبقى شكلها مش حلو، تبقى وحش في الصب، فحط كيانه كلها. طبعا هو الادق من انا اقول لك في رجل كان كل سيخ وسيخ او كل سيخ وهكذا، انك تقول ان السيخ مربوط بكان كل قد ايه. يعني مثلا هنا الاسياخ مربوطه، كل الاسياخ مربوطه بكانات، وهنا كل الاسياخ مربوطه بكانات. طب هنا لا، ده مربوط ده مش مربوط، ده مربوط هنا ده مربوط كله ده كله مربوط وهكذا. هنا ده مربوط لكن ده مش مربوط، فهنا هنا في ربط كان كل سيخ وساب سيخ وبعد كده رابط تاني. هنا عشان المسافه اقل من 150 ففوت سيخ، لكن هنا المسافه مش اقل من 150 فما فوتش سيخ وهكذا. طبق الكلام ده هنا. طبعا انا في الفيديو ده هوقف على كده، لان بعد كده بقى الشغل بتاع الديزاين نفسه كمعادلات وديتيلنج هنخش بقى في الاكزامبلز اكتر، لكن كده قلت لك معظم المعلومات، فاضل بس معادله الديزاين ودي عدى. فيبقى ده كده الجزء الاول من الفيديو ده، وان شاء الله هيكون في جزء تاني بقى بيتكلم على الديزاين ايكويشنز نفسها واكزامبلز اكتر بالتفصيل ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.